عسلامة، مرحبا بكم في الخيروان، مرحبا بكم دبوسي حلفة. نحن نعمل حاجات من الحلفة، من الألياف النباتية اللي في برفيجيتال. خدمة ذي وارثها هنا أبا عن جد. كنا نخدم في الحلفة عادية طبيعية، طورناها ورديناها حاجة مودرن. نعمل منها مريقم وزرابي وطابوريات وكريسي وبرش حاجات من الألياف النباتية، من الحلفة، من بلادنا، من القيروان. معنا مش قصرين، بتسمي حتى القروين فيها حلفة، وقاعدين نخدموا ونشاركوا في الفوار وماشي الامور. عندنا خدامه تخدم معانا ولاباس الحمد لله. تجديد برشا تجديد في الالوان وفي الديزاين وفي اللوح وفي كل شيء، ديما نجدوا نحن. الحاجه هذيك تراها عارفها راهي حاجه اونيك، حاجه مودرن، حاجه اوريجينال، ماهيش موجوده جمله زاده جمله في العالم الكل. كي نقول لك هزك الطابلو هذاك راه مش موجود في العالم، مش موجود. ربما تشري حاجه سبيدري ولا حاجه تلقاها هناك ولا تلقاها منه موجود ولا اديداس، لكن حاجه كي تاخذها من عندنا نحن عرفها راهي حاجه اوريجينال، ما ثميش بالكل. طب الالياف النباتيه هذيا الخيوط مصنوعه من الحلفه، مصنوعه من الالياف النباتيه في جيت، ونعملوا حتى الحلفه طبيعيه ونصبغوها ونصنعوا منها كريستي وطابوريات وبرشا حاجات، دي بوف، دي بانيي، شنازيت، دي ليستر، نصنعوا احزاميات، نصنعوا برشا حاجات، برشا برودويات من الحلفه. من الذهب الاخضر نتاع القيروان، مسميه الذهب الاخضر. راهو فيه يد عامله وفيه خدمه. شنو هي مشكلته؟ مشكلته ترويج المنتوج، وقتاش يتروج في الفوار. كي تبدا دي فوار كيما تنجم تعرف على كليونيات، والكليونيات هذوكم يشريوا من عندك وتعجبهم البرودوي وتسوق المنتوج نتاعك. ابن عن جد ما عنديش عمر. الحلفة راهي كانت من نور الدنيا، راه السياكل وقفة والبانو والكاج كانت في بلاصته قفة حلفة. الحبل كانت في بلاصته خيط من الحلفة، هانو عنا ها. خيط من الحلفة كانوا يربطوا به ويقدوا به ويعملوا به قفة كيف وقت لمين الفلفل، وقت لمين الطماطم، معناها جمعان كل موسم نجمة. وقت الزيتون كانوا يعصروا بهم الزيتون، كانوا يغطوا بهم الحيوانات، كانوا يسعروا به. كانت السيارة، كانت الكريت، بل الكريت يحط عليها على الجمل وعلى البهيم وعلى الحيوان الكل موجود. كما تو الدنيا ما يطورنا ولا نطيروا في طياره، قبل ما كانتش كيما كيكا بشوي بشوي. يعني قبل بكل كان يدخل الجبل يظفر تلف حرفه كيما يحط حزمه حطب، يحط يلقى مثلا فواكه يحطهم. جاء وقت الزيتون يصنع قفه زيتون، جاء وقت الفلفل نصنع قفه الفلفل، جاء وقت الطماطم نصنع قفه الطماطم، نصنع قفه المشميش، قفه الرمان. كما تو جاجويت يجمعوا فيها حاجه بيو طبيعيه وتبداو يرجعوا لها يحبوها الاجانب. وان شاء الله هكا تتطور، بديت بشويه لا يوم ذي بديت بشويه بشويه يحبوها، يحبوا يرجعوا لحاجه طبيعيه، ما نحبوش حاجه شيميك. قفة هذيك جاجو ترميها من فوق يتكسر، قفة هذيك ترميها من الطياره ما تكسرش، ترجع هي بيض تهزها تستعملها، ديما تقعد تستعملها. كما اي حاجه تتهلك بالشمس وبالمطر، واللي خباها يستعملها وقت كل تشدوا 120 الف سنين. لاباس نخدموا بها.